بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن سلايد موجود. طبعا الحقيقة الديبيت في النقطة دي كبير جدا، وقضية لور از بيتر بدأ بعد في بيبرز حديثة بتظهر دلوقتي بتعاكس الكلام اللي قاله الدكتور أحمد وفا. الدكتور أحمد ما قالش حاجة، هو قال جايد لاينز، يعني هو ما جابش معلومة واحدة بدون ريفرنس يعني. لكن بدأ بعد 2020، في 2020 و2021 لغاية 2023 بدأ الموضوع يبقى ديبيتابل، وبدأت الناس تتكلم على إن لا، القصة مش لور إز بيتر، وإن قد يكون لور مور دينجرس وقد يؤدي إلى زيادة المورتاليتي والموربيديتي زي ما هنشوف دلوقتي. هذه أول نقطة. فالنقطة الثانية اللي في كلام الدكتور سيد، إن الستاتين إلى إمتى هدي ستاتين، وهل الستاتين بنيفيشيال على طول ولا لأ، برضو دي هنشوف. النقطة الثالثة، هل الـ LDL كماركر اللي العالم كله بيعتمد عليه دلوقتي في الجايد لاينز، هل هو فاليد ماركر ولا في بعض الدراسات دلوقتي بدأت تقول إن هو نون فاليديتد ماركر، وإن احنا لازم نعتمد على نيو ماركرز لأن الـ LDL ما بيدينيش القصة ديت. طيب هاو لو شود وي جو، يا حضرتك لو عايز تشترك فيها مع دكتور مصباح ماشي؟ ماشي، هما السلايدز المفروض الموجود السيراميد دول. فالدكتور مصباح يعني احنا يعني قعدنا واتفقنا على ان احنا جبنا بيبرز حديثه جدا بتنتقد هذا الكلام اللي خلاص بقى راشونال، وان العالم كله بدا ينفذه، ودي العاده زي ما قال الدكتور سيد، يعني بنقعد نتكلم كتير جدا مثلا A1C lower is better، وبعدين نفاجئ ان في ناس لما عملنا بعض الاستاديس لقينا المورتاليتي زادت لما وصلنا الـ A1C 6.5. فهل القصة دي برضو مع الـ LDL؟ هنسمع الدكتور مصباح وبعدين هعلق أنا بعدها على إن إحنا بنبحث دلوقتي على نيو ماركرز غير الـ LDL. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ الدكتور مجاهد، شكرا دكتور أحمد وفا، محاضرة رائعة بتاعت الدكتور أحمد الحقيقة. وزي ما قال الدكتور مجاهد، هو ما جابش معلومة واحدة، هو جاب جايد لاينز وجاب ريفرنس. لازم ناخد بالنا من الجايد لاينز بيحكمها أشياء كثيرة جدا، وما نيجي نحطها على مائدة الريال وورلد براكتس بنلاقي في أمور دايما ساينس ايفولفد، دايما متغير، دايما متقلب، وإلا لو جمد ما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. فالديبيت اللي بيصار الآن، هل الـ LDL هو فعلا محور الأثيروسكلروزيس في الكارديوفاسكولار موربيديتي ومورتاليتي اللي بتحصل، ولا هناك أيضا عوامل أخرى؟ أي واحد تابع الدكتور أحمد الحقيقة يستطيع أن يستشف أنه ليس اللاعب الوحيد، رغم أنه هو المستحوذ على أكبر كمية من الضوء. وإلا لو رجعتوا كده شوية هتلاقوا دكتور أحمد عرض اللايف ستايل انترفينشن بما فيها السموكينج، بما فيها الاكسرسايز، بما فيها الأوبيزيتي، بما فيها الأذر ريسك فاكتورز. قد يكون القليل منهم ليه علاقة مباشرة بالـ LDL، ولكن أغلبهم بيلعب من تحت الستار عشان يعضد العملية بتاعت الأثيروسكلروزيس. إذن الكاجواليتي أو الكاجوال ريليشن شيب الدايركت بين الـ LDL وبين الأثيروسكلروزيس not 100% certain. كده نعم، انا هدي حضرتك تعلق طبعا. فالفكره كلها ان العلاقه ما بين ال LDL والاثيروسكلروزيس
قد تقرب من انه علاقه وثيقه في الاسوسيشن، انما في الكاجواليتي ان تقول انا بعالج ده فقط، اذا انا اليمينيت كل الاشياء، وبالتالي انا بركز على ان ده يوصل الى ادنى مرحله ليه. الحقيقه اصبحت الان الناس بتراجع نفسها في هذا الموضوع، والا ما دخلناش في الكومبينيشن ثيرابي، والا ما دخلناش في الريزيدوال ريسك اللي بيتكلم عليه الدكتور احمد، لانه هذه الامور كلها امور مشاهده. ما نقصده في هذا الديبيت ان يجب ان نخرج من هذا الصندوق المغلق اللي هو بيستحوذ على ال دي ال فقط، ونفكر شويه، لانه هذا التفكير سوف يقودنا الى عوامل اخرى زي ما اتكلم الدكتور مجاهد وزي ما هنسمع دلوقتي. وبالتالي التركيز على ال دي ال كماركر وحيد وكتارجت جول وحيد اعتقد لن يؤدي الا الى ان احنا نحصر نفسنا في دائره ضيقه جدا. دكتور احمد. دكتور مصباح، طبعا اتفق مع حضرتك ان ال دي ال مش هو الحاجه الوحيده، يمكن احنا قلنا ان الجايد لاينز كلها وكل الاستادز اللي اتعملت بتقول ان هو المتهم الاول ال دي ال ده هو ده اول حاجه انا ببص عليها واول حاجه تارجتنج في الثيرابي. انما حتى الاستادز الكبيره اللي اتعملت بالبي سي اس كي 9 الفورير والاوديسي ستيل ذير از ريسك، يعني العيان وصل لل دي ال بتاعه ل 30 وما عملش 100% ريليتيف ريسك ريدكشن، اداني 30% 40% ستيل ذير از ريسك، وبداوا يبصوا ايه الاذر اللي ممكن يبقى ريزيدوال ريسك. قالوا في حاجه اسمها ريزيدوال ترايجلسرايد ريسك، ترايجلسرايد لها رول، وبدات تظهر ادويه جديده بتشتغل على الترايجلسرايدز وثبت انها بتقلل الكارديو فاسكولار ايفنتس وبتقلل المورتاليتي. بدا يتكلم على اللايب بروتين سمول ايه وان لازم اعمله مره واحده على في حياتي. بدا يتكلم على ريزيدوال انفلاماتوري ريسك، وبدات الاستاتز اللي تظهر على الكولشيسين وعلى الانتي انفلاماتوري دراجز ان لها رول، وفي ريزيدوال ثرومبوتيك ريسك، وفي استاتز بدات تعمل على الانتيكو اجولانت بسمول دوز في العيانين اللي هم عندهم هاي ثرومبوتيك ريسك. هي مجموعه من الريسك، ال دي ال ليس هو الريسك الوحيد ولكن هو الاهم. احنا عشان ما نخرجش من السؤال اللي احنا فيه، احنا بس ما نتشتتش، احنا بنتكلم دلوقتي هاو لو شود وي جو. انتم موافقين على الارقام اللي احنا بنتكلم عليها ان احنا ممكن ننزل ل 15 و25 الارقام دي، ولا ده هزار؟ ده وفي دراسات بتقول ان احنا لما نزلنا لكده المرتلف زادت. دكتور يعني احمد بس والدكتور مجاد يعرض الاستادي، اعرض برضه بعض الاستادس الحديثه اللي بتقول لما نزلنا لارقام حتى 70 و100 المرتلف زادت. والاستادي دي كان ريل وورد استادي معموله في الدنمارك على مدى 10 سنين على اكثر من 76,000 عيان، يعني اكثر من 76,000 عيان، ولاحظوا ملاحظه غريبه جدا جدا وكانت صادمه بالنسبه لنا لما قرينا القصه دي. انا بعتقد ان الدكتور احمد اتعرض على الاكسبوجر ريسبونس بالنسبه للال دي ال، وهو دي اضعف نقطه الحقيقه في كل الاستادز اللي اتعملت في الال دي ال، لان الاكسبوجر ريسبونس في معظم الاستادز بتاع الال دي ال ما كان يدرس جيدا. مش انا اللي بقول كده، لا ده العالم كله بيقول هذا الكلام، بدليل اهوت ان في دراسه معموله على 16 انجيوغرافيك كوليسترول لورنج ترايل ورز اوسرز هاز كالكوليتد، الدراسه دي 2023 دكتور احمد، has calculated exposure response، شافوا الـ exposure response the correlation was only present in one of them and in that trial the only treatment was exercise. حتى العيان اللي تحسن ده ما كانتش الاستاتين هي اللي محسناه، كان الاكسرسايز هو اللي محسن. فبدأنا نتكلم دلوقتي ان قد يكون الكلام في ديبيت، وهل الـ LDL هو الاساس في الاثيروسكلروزيس؟ الناس بتقول لا، دي بيزد على سيلكتد بيشنت جروبس وليس ال ال دي ال لوحده، وهناك اشياء اخرى زي ما انت قلت دلوقتي لها دور اهم من ال دي ال، زي الانفلاماتوري كاسكيد، زي الاميون سيستم، كل الكلام ده بيدخل في القصه وبيؤدي الى مشاكل كبيره جدا. انا بس عاوز اوصل للدراسه سريعا، وهنرجع تاني هل فعلا البنفيت واضحة. يعني هجيب الدراسة اللي الدكتور سيد قال عليها، والدراسة دي حديثة جدا ومعمولة على عدد كهيد، دراسة هي معمولة على 9 سنين فولو أب للعيانين، ولاحظوا ملاحظة غريبة جدا ان المورتاليتي زادت لما الـ LDL قل عن 140، ودي حاجة كانت صادمة بالنسبة لنا كلنا. والدراسة دي يعني
معمولة على 76,000 عيان، حاجة يعني عدد ضخم جداً جداً. وعملوا الأداة الكونكلوجن بتاعها in the general population low and high level of LDL were associated with an increased risk of all-cause mortality and the lowest risk of all-cause mortality was found at an LDL concentration of 3.6 millimol اللي هو 140 ملي جرام. إذن الأرقام اللي انتوا بتدوها دي كانت أرقام مزعجة. وعملوا ما يسمى U-shaped، لما بتنزل تحت ال 140 المورتاليتي بتزيد، ولما بتزيد طبعا دي استادي، انا لا اجزم ان الاستادي دي الوحيده اللي احنا ممكن ان احنا ناخد منها القصه دي، لكن برضو احنا كبتوع اندوكراين بنقول ان السورس الوحيد للاسترويد هرمونز هو ال LDL. يعني ال LDL ده هو الاساس عشان الاسترويد هرمون تتكون. فالاسترويد هرمونز لما بنزل باللو ليفل دي، ايه اخبار الاسترويد هرمونز؟ لم تدرس هذه النقطه حتى الان. و انا لسه ما قلتش حاجه، ما وقت السؤال اللي بعده عشان بس احنا انتوا كده بتسيبوا في الفاضي. 10 دقايق السؤال يعني، كل سؤال 10 دقايق عشان نلتزم بالتايم يعني. انا عايز شادي يعلق برضو، لو ندي فرصه لشادي يعلق بعد اذن حضرتك، وهناخد من الوقت السؤال اللي بعده. انا بس مش هنطول يعني، انا هقول بوينتس. اولا احنا ككارديولوجيست احنا ما بنعالجش ال دي ال، احنا بنعالج اثيروسكلروزس، فالنقطه دي مهمه جدا. تمام، انا ماليش دعوه بال دي ال خالص. انا ممكن يجي لي البيشنت اكتب له تريبل ثيرابي، اكتب له ستاتين، اكتب له ازيتيمايب، اكتب له بي سي اس كي 9 تارجت ثيرابي، وات ايفر انهيبيتورز او ليك فيو، يعني ات دازنت ماتر، يعني بكتبه كاثيروسكلروزس. احنا ايه اللي مخلي الاستاتين قاعد على التوب اوف ليبيد لوبرنج ثيرابي تيل ناو؟ مش ان هو بوتنت او بينيفيشال ماركتلي في ان هو يقلل ال دي ال، عشان البليوتروبيك افكت بتاعه بالظبط، اللي هو ايه، انتي اثيروسكلروتيك. البي سي اس كي 9 تارجت ثيرابي يعني ممكن نتطرق للحته دي، ان احنا مش اوير بيها قوي. في ترايلز اتعملت عليها بره الاوديسي والفورير ترايل ان هي لها بليوتروبيك افكت على مستوى الاليريكو ماب، اعتقد هم عملوا حاجه اسمها امباكت ام اي، وعلى مستوى اللي فكروا ماب عملوا حاجه اسمها الجلاجوف ترايل، وهم لقوا ان هي بيقلل الاثيروسكلروزس بغض النظر عن الليبيد لورينج. الحاجه الثانيه، الدراسات اللي اتعملت على البي سي اس كي 9 تارجت ثيرابي هم حطوا كات اوف 15 بالنسبه للال دي ال، لما بيقل يا اما اعمل داون تايتريشن يا اما اوقف العلاج. برضو اللي احنا ما نعرفوش ان في بعض البيشنتس قالوا عن 15 ووصلوا ايفن ل 7 و 8 تمام، وديدنت ريبورت اني سايد افكتس. اخيرا ما يغير الجايد لاينز هو فيس 3 راندمايز كنترول ترايلز وليس ريال وورلد ايفيدنس. الفرق انا بعمل فيز 1 اتست سيفتي الاول، فيز 2 سيفتي وافيكاسي على عدد قليل، فيز 3 بتست افيكاسي وسيفتي على عدد كبير. الدراسه الدنماركيه على 76,000 عيان طلعت ريزلتس، طلعت مورتاليتي، بس اي كانت سوير ان الريزلتس دي نتيجه لان ال دي ال قل عن 140، لان انا في الانكلوجن في الدراسه ممكن يكون مثلا تلتين العيانين ماتوا في حادثه عربيه لو دخلنا في. لا هو هي النقطه يا دكتور شادي، عشان برضو من الدراسه كانوا محددين الكارديوفاسكولار مورتاليتي فقط، بس ولم يتطرقوا لنقطه اخرى في المورتاليتي. يعني كانوا بيشوفوا الكارديوفاسكولار مورتاليتي فقط، ما كانوش بقى بيشوفوا اللي حصل لهم كارديو. هي النقطه اللي احنا بنطرحها، احنا مش على خلاف، مش اجينست الكلام ده كله، احنا ما زلنا. دكتور احمد بس بعد اذنك كده، لا 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 انا بقول نظري ما زال. السنه اللي فاتت عملنا محاضره على ريزيدوال ريسك بيهايند ال ال دي ال كنترول، فاكر انت دكتور احمد الكلام ده، ان احنا بنعمل كنترول ال ال دي ال ومع ذلك ما زال عندنا كارديو فاسكولار ريسك موجود. يبقى هو لوحده مش كافي، ولكن القصه ان احنا نزلنا الارقام عاليه قوي دلوقتي تحت قوي، فبنقول كده وبنطرحها وبنطرح الديبيت اللي موجود. هننتقل للسؤال اللي بعده عشان حضرتك دكتور مجاهد ما نضيعش وقت اكتر من كده. طب وات اباوت النون ال دي ال ماركر؟ طالما احنا بنقول بعد ال دي ال ما بننزل للتارجت لسه عندنا ريزيدوال ريسك موجود، فاحنا محتاجين نيو ماركرز، واعتقد السيراميد من الحاجات اللي احنا الكل بيتكلم عليها جديد دلوقتي. فحضرتك اتكلمنا عليها بعد اذنك وناخد راي الاساتذه. يعني انا بس هتكلم على السيراميد كنيو ماركر ليه، او هل ده هيبقى نيو كوليسترول في الفتره اللي جايه، وهل ده ممكن هيحل محل ال دي ال؟ ده السؤال اللي مطروح بقوه جدا خلال السنه دي فقط يعني. ويمكن في الاي اس دي اللي فات كان في سيشن كامله تحت
تحت عنوان السيراميد از نيو كوليسترول، وهو بياخد الباس واي بتاع الكوليسترول من الاستايل كوانزايم ايه، لكن في الاخر بيبقى في عندي سيراميد بدل الكوليسترول، والسيراميد ده ماركر كبير جدا للكارديوفاسكولار ايفنت، وبادئ العالم يتكلم عليه دلوقتي انه له علاقه كبيره جدا باللايبوتوكسيستي. وكنا عندنا بارادوكس ما احناش فاهمينه، يعني الناس لما تخنت اللايبوتوكسيستي زادت، والناس لما خست قوي 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 والبودي ماس اندكس نزل سريعا او نزل لاقل من 18 اللايبوتوكسيستي زادت. كان هذا البارادوكس غير مشروح وما كانش حد عارف بيشرحه ليه، ولقينا الناس الفيري لين اللي هم البودي ماس اندكس اقل من 18 عندهم فاتي ليفر. منين عندهم فاتي ليفر وعندهم فاتي بنكرياس، وممكن تسوء الديابيتيك ستيت بتاعهم بشكل كبير جدا لو حصل ماركت ريدكشن للبودي ويت. شرحت القصه دي الحقيقه السيراميد والاديبونكتين، وقالوا ان العيانين دول السيراميد فيهم بيزيد بشكل كبير جدا والاديبونكتين بيقل بشكل كبير جدا، وبالتالي بيبدأ يحصل فيهم فاتي ليفر، ودي سموها الديابيت الأوبستي بارادوكس، يعني سموها الأوبستي بارادوكس، وبقت قصة كبيرة دلوقتي. هذا السيراميد دوت، لأن السيراميد الحقيقة له علاقة كبيرة جدا بالأبوبتوزيس اللي بيحصل في الأديبوس تيشو، له علاقة كبيرة بالإنسولين ريزيستنس، وله علاقة كبيرة جدا بالنافلد، وله علاقة كبيرة جدا بالاستياتو بنكرياتيتس اللي هو البيتا سيل فيلير، وحتى الديابيتيك كيدني ديزيز، حتى الكورونري ارتري ديزيز له علاقه كبيره جدا بيهم. وبدا التفكير دلوقتي ان هم يقسموا الاثيروسكلروزيس الى ستيج 1 فيها اولترد ميتابوليزم، وستيج 2 اللي فيها اللايبوتوكسيستي. وانا مش عاوز اطول في القصه ديت، لكن عاوز اقول ان السيراميد له علاقه كبيره جدا بالكارديوفاسكولار مورتاليتي وموربيديتي، بل له علاقة كبيرة جدا بالـ A1C، وكل ما زاد السيراميد كل ما زاد الـ A1C، وكل ما زاد الهوما IR، فله علاقة بالإنسولين ريزيستنس. ولقوا إن في ريسبتورز للسيراميد موجودة في البودي كله تقريبا، وبالذات البرين، يعني البرين بقى فيه الريسبتورز كتيرة جدا للسيراميد والبنكرياس والبيتا سيل. فبدأ في كلام البيتا سيل يمكن عشان تهمنا كنت معلم عليها، لكن له علاقة كبيرة جدا بالانيمالز اللي شالوا فيهم الريسبتورز بتاع السيراميد، لقوا فيهم لايبوتوكسيستي وفيهم ولذلك السيراميد له علاقة كبيرة جدا بالجلوكوتوكسيستي وباللايبوتوكسيستي. انا بمشي سريعا اهي، وله علاقة كبيرة جدا بالبنكرياتيك سيل فيلير، وقالوا انه احد الاسباب في الباثوجينيسيس بتاع الديابيتس، ولو دايركت ريليشن في حتى البري ديابيتس لقوا فيهم السيراميد ليفل زايد في البيتا سيل حتى البري ديابيتك بيشنت. وادي الصوره اللي بتؤكد هذا الكلام، انه في البيتا سيل موجود فيه سيراميد. انا بمشي سريعا عشان بس التزام بالوقت. حتى كمان لقوا ان السيراميد لما بيزيد بيقلل الجلوكوز ستيمولييتد انسولين سيكريشن، يعني الجلوكوز ستيمولييتد انسولين سيكريشن بيقل لما السيراميد بيزيد. فبادئين يفكروا بقى، طب هل احنا نقدر نخلي السيراميد ده وله علاقه بالكيدني انجري وله علاقه كبيره جدا بديزيزز كبيره جدا قوي، فبداوا يفكروا هل ان احنا نقدر نطلع سيراميد انهيبيتور. وفعلا طلعوا سيراميد انهيبيتور، وبدا يبقى فيس 2، ويمكن ايرلي في السنه دي بدا يبقى فيس 3، بيشوفوا علاقته بالفاتي ليفر، ولقوا فعلا انه بيحسن ماركت للفاتي ليفر، بيحسن الاستروجينيك ليبيد، بيحسن الفاستنج بلاد جلوكوز، بيحسن الانسولين سنسيتيفيتي، امبروف الماركرز اوف دايستوليك ديس فانكشن، امبروف الكيدني فانكشن، بريفنت السيتوكاين اندوسد بانكرياتيك بيتا سيل ديس، لو انتي فايبروتيك ولو رينو بروتكتيف افكت ولو كارديو بروتكتيف افكت. وبدئين يقارنوا بقى بينه وبين الـ LDL، وان هو مور فاليديتد، ووجدوا فعلا في استاديز كتيره جدا انه مور فاليديتد عن الـ LDL كبايو ماركر،
وان هو اكتر ريليشن للكارديوفاسكولار مورتاليتي وموربيديتي من ال LDL، وان هو اصلا جزء اساسي في الاثيروسكلروتيك بليك زي ما هم شايفين، زي ما احنا شايفين في الصوره كده. وبقى وفكروا بقى ان هم يعملوا ريسك سكور مبني على السيراميد، والريسك سكور ده هو 2022 ادى ريسك سكور في للبرايمري بريفنشن، مش هخش في تفاصيله، لكن هم فعلا حطوا ريسك سكور بالسيراميد، وحطوا ريسك سكور وقارنوا بقى السيراميد بالال دي ال ككارديو فاسكولار ريسك فاكتورز، وطلع مور فاليديتد، يعني طلع مور فاليديتد ومور ريليتد للكارديو فاسكولار مورتاليتي وموربيديتي اكتر من ال دي ال سيجنيفيكانتلي، مش يعني حاجه بسيطه، لا ده في فرق كبير جدا. وده اللي خلاهم دلوقتي نفس الجايد لاينز اللي واخدها الدكتور احمد وفا برضه هي نفسها طلعت في 2022، دي كانت 2021 اخيرا، طلعت الريسك ستراتيفيكيشن الموجود ده مبني على السيراميد، يعني مبني على السيراميد، وقالوا هم نفسهم اللي قالوا ال LDL هم نفسهم اللي قالوا انه مور فاليديتد عن ال LDL. وعشان كده بادئين بقى يفكروا جدا ككونكلوجن ان هل ال LDL ولا السيراميد، فقالوا ان السيراميد ار انريتشد في الاثيروسكلروتيك بليك بروموت ال LDL انفلتريشن اند اجريجيشن اب ريجوليتد تومر نكروس فاكتور الفا، وبالتالي انا لما بعمل له انهيبيشن انا بحسن الكارديوفاسكولار مورتاليتي وموربيديتي اكتر كتير جدا من ال LDL. طيب ده